هنا خليني اخد معانا على تليفون دكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدوليه. ازيك يا دكتور؟ مساء الانوار يا معلم نائل. يا مساء الفل يا فندم. دكتور حامد، يمكن واحنا بنتابع كلمة الرئيس النهاردة في نيروبي، فأنا كنت حتى بقول أنه دائما الرئيس عندما يتحدث، فإن كان في محفل إفريقي هتجده بيتحدث عن إفريقيا بالكامل وبطبيعة الحال عن الفرص الواعدة وتكامل إفريقيا مع بعضها البعض، إلا أنه حتى لو كان المحفل مصري أو المحفل عربي أو المحفل أوروبي أو دولي بشكل عام زي الأمم المتحدة، دائما ما نجد الرئيس لا يترك إفريقيا يتحدث عنها، فإن كان بها وجع أو ألم مما يتحدث عن هذه الأوجاع زي ما كان بيتحدث مثلا عن كورونا في وقتها، إن كان الأمر يتعلق بالتنمية في إفريقيا فهو يتحدث عنها، يتحدث دائما عن حق الأفارقة في مستقبل أكثر إشراقا زي ما بيتقال، وتحمل دول العالم المتحضر زي ما بيحبوا يسموا نفسهم أو المتقدم في مسؤوليتها عما حدث في إفريقيا. هنا يجي السؤال، حجم التكامل ما بين مصر وإفريقيا إن فضلنا ماشيين على هذه المسارات 2023-2034 وصولا إلى 63 يوصلنا لحد فين؟ طبعا يا كابتن نائب، كما حضرتك أشرت بشكل واضح إن القيادة السياسية المصرية دائما ما تكون إفريقيا في وجدان القيادة السياسية المصرية، سواء في الجامعة العربية، في مناسبات خاصة بالقارة الأفريقية، أمام الأمم المتحدة، وده ظهر بشكل واضح من أن مصر تسعى بشكل كامل إلى إحداث تكامل أفريقي من خلال قوتها الدبلوماسية والعمل على إيجاد حل للقضايا اللي بتتعرض لها القارة السمراء، ولكن من خلال رؤية استراتيجية تتمثل في بناء وترسيخ أسس تعاون مشترك بين القارة الأفريقية، وده منذ أن جاءت القيادة السياسية المصرية في عام 2014، وبعد ذلك تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتم إقرار بشكل واضح أثناء رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي يعني إطار التنفيذ لاتفاقية التجارة القارية الحرة اللي بتخدم حوالي 1.3 مليار نسمة بحجم استثمارات 3.4 تريليون دولار، وبيشارك فيها اكثر من 45 دوله. وايضا بعد ذلك رئاسه مصر للكونستا، ثم بعد ذلك ترأس مصر الان قمه النداد، وبالتالي هناك ثقه متزايده من قبل الشعوب الافريقيه في القياده السياسيه المصريه باعتبارها هي السند والداعم لها للتغلب على ازماتها المتزايده بعدما طبعا تخلى المجتمع الدولي عن دعم القاره الافريقيه. عظيم جدا. طيب يمكن حتى أنه الرئيس الكيني ويليام روتو اتكلم عن إفريقيا وعن الدور المصري أو دور مصر اللي لعبته لصالح إفريقيا، يمكن ده كان في إطار حديثه عن COP27، واللي طبعا الحقيقة أن الرئيس الكيني ويليام روتو أشاد باستضافة مصر وبقدرتها على هذا التنظيم والوصول إلى زي ما هو حتى وصف، قال أنه مصر عرضت للعالم صوتا موحدا لإفريقيا، بل كان صوتا مثمرا. ده بيديلي تأكيد أكتر على أنه مش بس مصر عادت بشكل أكثر تميزا، بل هو ممتاز بالكلية للحضانة الإفريقية. إفريقيا كمان عادت إلى مصر كما كنا دائما نتمنى. مستقبل، لو صح بقى هنا تعبير، الاقتصاد الأخضر الإفريقي مش بس مصر. يعني حضرتك بتميز نقاط جوهرية جدا في أي كيفية تعامل القارة الأفريقية مع الأزمات اللي أفرزتها القضايا الدولية وأثرت بشكل مباشر على القارة الأفريقية. القارة الأفريقية بتعاني معاناة شديدة نتيجة تهالك البنية التحتية، وبالتالي نجد أن هناك رؤية كما أثرت لحضرتك فيما يخص العمل على تقوية البنية التحتية داخل القارة الأفريقية. يعني مصر نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية والثالثة من طريق القاهرة كيبتاون، وأصبح هناك 6 أخرى ستكون هذا المشروع هو نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بشكل كبير جدا داخل القارة الأفريقية. أيضا فيما يخص الهيدروجين الأخضر، مصر تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة بشتى صوره، سواء في النفط، في الغاز، في الهيدروجين الأخضر، أكبر محطة يعني لإنتاج الطاقة الشمسية في بلدان، ويعني
ستخدم على القارة الأفريقية. أيضا لابد أن نشير إلى نقاط جوهرية ومحطات مهمة جدا في دعم الدولة المصرية للقارة الأفريقية. يعني أتذكر كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومطالبته من الدول الكبرى بضرورة توصيل اللقاحات للقارة الأفريقية، وأيضا فيما يخص التغيرات المناخية ونجاح مصر في تشكيل صندوق المخاطر والأخطار في كوب 27 بعدما امتد المؤتمر ليوم كامل لكي يتم إقرار هذا الصندوق وأن تتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها تجاه القارة الأفريقية. وبالتالي الدولة المصرية أيضا لم تتأخر عن دعم البنية التحتية في القارة الأفريقية من شركات من خلال شركاتها الكبيرة جدا اللي نفذت مشروعات كبيرة على رأسها سد جوليوس نيريري في تنزانيا وبأيادي مصرية. وبالتالي مصر تتحرك على كافة المحاور في سبيل العمل على حلحلة مشكلات القارة الأفريقية بعد ما تخاذل وتراجع دور المجتمع الدولي داخل قارة أفريقيا. للأسف الشديد أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية. طيب